الفيزياء والكيمياء مواد أساسية تدرس في جميع المدارس والكليات والجامعات في أنحاء العالم، ويندرج تحت هذين التخصصين علوم أخرى ساعدت العلماء في عدة مجالات كالطب والهندسة وعلوم الفضاء وغيرها. ومن بين هذه العلوم هو علم العناصر المشعة. فما هي العناصر المشعة؟ وما هي فوائدها وتطبيقاتها؟ عالمتنا لهذا اليوم هي العالمة الشهيرة ماري كوري، التي ساهمت في اكتشاف عنصري البولونيوم والراديوم. فدعونا أولاً نستمع لهذا التقرير عن هذه العالمة. ماريس كلود فيسكا كوري، المولودة في وارسو ببولندا في 7 نوفمبر 1867، توفيت والدتها وهي في سن صغيرة، فتعلقت بوالدها مدرس الفيزياء، فتعلمت منه حب الفيزياء. رغم تفوق ماري في دراستها، لكنها لم تتمكن من دخول جامعة وارسو التي كانت مخصصة للذكور فقط، لكنها تابعت تعليمها وانضمت إلى جامعة سرية غير رسمية في وارسو. وفي عام 1891 تمكنت ماري من السفر إلى باريس والالتحاق بجامعة السوربون. بالكثير من العزيمة والقليل من المال، كافحت ماري لإكمال دراستها. عاشت على الخبز والشاي، وعانت من مشاكل سوء التغذية، إلى أن نجحت الفتاة الطموحة وحصلت على الماجستير في الفيزياء والرياضيات على التوالي في عامي 1893 و1894. بحثت عن مختبر لتجري فيه أبحاثاً عن المعادن، فتعرفت على باري كوري إذ كان يملك مختبراً وأيضاً مهتماً بنفس الأبحاث، فقام بأبحاث مشتركة وأعجب ببعض فتزوجا، وكرس حياتهما لإجراء الأبحاث العلمية حول العناصر المشعة، فاكتشفا البولونيوم والراديوم الذين سيكون لهما تطبيقات عملية في المستقبل، كما تمكنا من إنتاج يورانيوم نقي وحصل على جائزة نوبل مناصفة في الفيزياء. كل شيء حول ماري كوري يبدو استثنائياً، حيث استطاع كل من ماري وزوجها بيري وابنتها إيرين وصهرها فريدريك الفوز بجائزة نوبل، بل وأكثر من ذلك، حيث استحقت ماري جائزة نوبل في الفيزياء أول مرة عام 1903، لتحصل على الجائزة الثانية في الكيمياء عام 1911. وماري كوري هي أول امرأة في تاريخ العلم تحصل على جائزة نوبل، وأول امرأة في أوروبا حاصلة على درجة دكتوراه في البحث العلمي. أصيبت ماري بمرض فقر الدم نتيجة تعرضها المتواصل للإشعاع، وتوفيت عام 1934 قبل أن تتمكن من حصد جائزة نوبل الثالثة. لكن ابنتها أكملت أبحاث والدتها وفازت بجائزة نوبل وأهدتها لوالدتها. في بحثها للحصول على شهادة الدكتوراه، قررت ماري التركيز في دراستها على مصدر الإشعاعات الغامضة التي تنبعث من اليورانيوم، حيث استطاعت في غضون شهرين أن تحقق اكتشافاً عظيماً ينص على أن الإشعاع لا ينتج عن التفاعل الحاصل بين الجزيئات، بل يأتي من الذرة نفسها. دفعتها هذه الاكتشافات للبحث عن مواد أخرى تنبعث منها الإشعاعات، حيث اكتشفت أن الثوريوم أيضاً هو عنصر مشع. وفي تموز عام 1898 أعلنت ماري بمساعدة زوجها على اكتشاف عنصر جديد أطلق عليه اسم البولونيوم، تكريماً لبلدها الأصلية بولندا. وبعد أشهر قليلة أعلن الزوجان عن اكتشاف عنصر جديد آخر تحت اسم الراديوم. دعونا الآن نشاهد هذا التقرير عن تطور استخدامات البولونيوم والراديوم.
كان من أوائل تطبيقات البولينيوم أنه تم استخدامه كمحفز في القنبلة الذرية الأولى. وبالنسبة للراديوم فقد اعتبر الكيميائيون أن اكتشاف وعزل الراديوم كان أعظم حدث في الكيمياء منذ اكتشاف الأكسجين. ولأول مرة في التاريخ يمكن إثبات أن عنصراً ما يمكن تحويله إلى عنصر آخر. تطورت استخدامات البولينيوم حتى أصبح يستخدم أحياناً لإزالة الغبار من فيلم التصوير أو لإزالة الكهرباء الساكنة في الآلات، والتي تنشأ نتيجة تراكم الشحنات الكهربائية على سطح مادة ما بسبب فرك مادتين واحتكاكهما معاً، مما يؤدي إلى اختلال تعادل الذرات في كلتا المادتين. ويمكن استخدام البولونيوم أيضاً كمصدر حرارة خفيف الوزن للطاقة الكهروحرارية في الأقمار الصناعية الفضائية. أما بالنسبة للراديوم فأصبح يستخدم لعلاج أمراض السرطان الذي انتشر في العظام، نظراً لأن العظام تحتوي على الكالسيوم والراديوم في نفس مجموعة الكالسيوم، فيمكن استخدامه لاستهداف خلايا العظام السرطانية، حيث يطلق جزيئات ألفا التي يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية. كان لأبحاث ماري الأثر العظيم في علم الطب، خاصة في الحرب العالمية الأولى. قامت بفتح مراكز لاستخدام أشعة إكس راي لفحص الكسور، بالإضافة إلى تصوير الأورام السرطانية، وإلى اليوم ما تزال أساسية في عالم الطب. أعزائي المشاهدين، إن العيش في بيئة علمية يجعل الإنسان عادة مبدعاً ومحباً للعلم والبحث، وهذا ما جعل عالمتنا ماري كوري محبة باحثة ومكتشفة قل نظيرها على مدى التاريخ. فمن أبوين محبين للعلم، مروراً بزوج كرس جل وقته وجهده في اختراع واكتشاف الجديد، إلى ابنة سارت على نهج والديها. إن من أشهر ما ينسب لماري مقولتها: أنا لا أرى أبداً ما تم إنجازه، بل أرى ما لم يتم إنجازه بعد. نعم، فما تم إنجازه من اكتشافات واختراعات قد مضى وولى، ولكن الأهم هو ما يستطيع المرء أن يقدمه للبشرية من إنجازات وابتكارات جديدة تسهم في رفع بعض معاناة الناس، سواء على المستوى الصحي أو البيئي أو التكنولوجي. بهذا مشاهدينا الكرام، تكون قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فكرة من، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة وعالمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.